هنروح نشوف تقرير بقى عن النادي الأهلي في كأس العالم وأهدافه اللي جاية على البرونزية والكلام ده كله، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. المهمة لم تنتهي بعد، والتعثر ليس نهاية المطاف، فما زال هناك حلم لبرونزية الرابعة. حققتم قبلها ثلاث، منهما اثنتين متتاليتين. رفعتم رأسنا عالياً بعد أن قدمتم كفاحاً وتعباً وإيماناً بالحلم أمام أعتى فريق في أوروبا، ريال مدريد الإسباني. لعل البعض يحلم بالوقوف أمام مثل هكذا فريق حتى لو في مباراة ودية، إلا أن نادي القرن الإفريقي وقف أمامه وأمتعنا بلحظات جعلتنا نفخر بهم. يكفينا ما كتبته الصحف الإسبانية التي وصفت المباراة بالصعبة، وأن كامافينجا عانى كثيراً أمام حسين الشحات ووصفوه بالكابوس، وأن الفوز لم يكن سهلاً للمدرب أنشيلوتي ولاعبيه. لا تحدثني عن مستوى المنافسة في مصر وإفريقيا، ولا تحدثني عن الفوارق الرقمية أو قيمة العقود والأموال، ولنترك الاقتصاد جانباً ونتحدث عن الأحلام الكبيرة في زمن استطاع هزيمة الجميع ولم يصمد أمامه سوى الأهلي. الأهلي الذي تحدى الزمن بالإنجازات وتمسك بالقيم والمبادئ في أحلك الأزمات، يعيد الكرة المصرية إلى الواجهة من جديد وينافس على الميدالية البرونزية بين كبار العالم، وبتقديمكم كل ما لديكم وإظهاركم قدراتكم. فرحتنا لا تزال بكم قائمة، نتمنى أن تنتهي بالانتصار على فلامينغو البرازيلي وحصد برونزية جديدة لتضاف إلى دولاب بطولاتكم وإنجازاتكم، ليحتفظ الأهلي بمكانه بين الكبار، فهو النادي الوحيد في العالم الذي شارك من الدور الأول في كأس العالم للأندية وتأهل للدور قبل النهائي 5 مرات، كما أنه الوحيد في العالم الذي شارك من الدور الأول وحصل على 3 ميداليات في البطولة قد تزيد إلى 4 وقادرون على جلبها، فهناك مباراة هامة لحصد المركز الثالث. كل أمنياتنا بالتوفيق لمارسيل كولر وكتيبته الحمراء لتمثيل الكرة المصرية أفضل تمثيل.